ارتفاع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 دفع بسلطات ولاية ميلا للعودة إلى حملات التعقيم، والبداية كانت من عاصمة الولاية. تصدير برنامج التعقيم على مستوى الساحات العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية عبر مختلف بلديات ودوائر الولاية، والانطلاقة ستكون هذا اليوم إن شاء الله عبر بلدية ميلا. مصالح الحماية المدنية كالعادة في الصف الأول. واليوم رانا قسمنا المدينة إلى عدة قطاعات، والقطاع راهو خذا يعني حي من الأحياء، وانا راح نقوموا بعملية تعقيم اليوم، وراح نكملوا العملية طيلة الأسبوع المقبل في كل الدوائر والبلديات في ولاية ميلا، حتى بإذن الله نتموا باش نقليوا على هذه الجائحة. بدينا في الساحات العمومية، من بعد نتنقلوا كذلك إلى المؤسسات العمومية لأنها لازم تكون مفتوحة. مؤسسة ميلانات تحرص على التعقيم الدوري للأحياء خاصة داخل العمارات. المنحة التصاعدي لعدد الإصابات راه شيء يخوف. احنا تطبيق التعليم السيد ولي الولاية سطرنا برنامج هذا اليوم، هي المساحات العمومية والساحات العمومية، العمارات، التجمعات السكنية، كاين برنامج خاص بالإدارات، الإدارات العمومية أيضا المؤسسة الحاضرة. إن شاء الله يبقى الحل الوحيد في هذا الوباء هذا هو أن الناس نوجهوا نداء يحترموا التدابير الاحترازية اللي فرضتها الوزارة الوصية، وزارة الصحة، التباعد الجسدي، هذه الأمور هذا هو الشيء الكفيل باش يقدر ينقص من هذا الله، وإن شاء الله نطلبوا إن شاء الله الخير إن شاء الله. مجابهة كوفيد-19 يتطلب جهود الجميع، والحلقة الأهم وعي المواطن باتباع الإجراءات الوقائية.